هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ السلام عليكم. نزلنا النهاردة زي ما انتوا شايفين، لسه صاحيين بنقول صباح الخير بقى، ولسه مفتحناش عينينا. قلنا هنعمل مفاجأة. ايه بقى المفاجأة؟ قلنا ايه بقى المفاجأة قاعد ان احنا هنعمل دايت وناكل جبنة قريش. مش هنقول كل يوم، يعني يوم جبنة قريش يوم تونة، بس احنا هنعمل دايت، بس هناكل اكل هيلثي بقى. فهنحترم فورمة نفسينا الشتاء، او عشان بقى نعمل ايه فورمة الشتاء. الشتا ما نبقاش بطبيط اكتر ما احنا بطبيط في نفسينا دلوقتي. هنعمل فورمة الشتاء. فهنعمل فورمة الشتا، ودي خاصة بتاعتنا احنا، زي بتاعت بالظبط فورمة الساحل كده. فجاهزين، احنا رايحين نجيب الجبنة القريش، فيا رب نلاقي الست بتاعت الجبنة القريش ان شاء الله. شايفين حاجة انت وهو يا نخس أول بعديها. وآخر مرة هو احنا اكلنا فطير وبتاع وقررنا نخس، وكل فترة كده نبقى نعمل لكم فيديو يعني جديد عن الأكلات الأنهيلثي خالص، فهندبها كده في يوم الفري ونبقى نوريكم ونعرفكم الفرق بين الحاجة والحاجة. أنا نفسي أعمل فيديوهات اللي هو أجيب حاجتين كتير واقعد اكل واغيظ الناس، اكل كتير. تيجي نعمل نجرب ناكل كتير، بس ببقى نفسي اكل كتير. لا مش هاكل كتير، اللي هو انا اقعد اكل واقول له اللحمه، اقعد اقول له اللحمه دي كده مزبده والرز ده مستوي والرز ده ناي، وانا وانت لسه اكل اصلا دماغ تاني من الطريقه يعني. انا هعمل الفيديوهات دي، هبدا اعمل الفيديوهات دي. اروح اخد كارد من اي حته واعمل فيديوهات الاكل دي. لا على فكره فيها صرف، فيها صرف. فاحنا هنبدا هنجيب دلوقتي نوعين جبنه قريش وهنقارن يعني نوع ام حسن ونوع مبدع يعني الفلاحات اللي بيبقوا احنا عادي. على قدنا بقى نعمل جبنه قريش، ونقعد نجيب طبقين وبتاعتين ونقعد نقول لكم لا الجبنه دي، ونجيب لكم نوعين تونه نقارن بقى في التونه. احنا هنبداها كده الاول وبعدين انتوا هتمشي معانا رحله الصمود ورحله النغنغه. بعد كده بقى تشوفوا الفيديوهات بعد كده تقولوا يا هم دول كانوا بياكلوا جبنه قريش. بصوا يا جماعه، احنا الفتره اللي فاتت عملنا حاجات مجنونه جدا، زي مثلا ان احنا قمنا الفجر طلبت معانا ناكل بيتزا. هل مثلا هنطلبها من بره؟ لا طبعا، هنعملها في البيت. ايه ده؟ الله، انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ عملناها في البيت. عملناها في البيت، طلعت خطيره. خطير ايام كان فيها غلطه فيها غلطه بسيطه، بس هنعملها تاني ونقول لكم ايه الغلطه البسيطه دي واحنا بنعملها تاني ان شاء الله. ده في يوم الفري بتاعنا هنعمل لكم. اكيد هنعملها تاني وتالت ورابع. لا احنا كل اسبوع في يوم، انا مش دعوه فكك. انا متفق معاك، كل يوم في كل اسبوع، في كل يوم في اسبوع. كل رجل قبيلة. لا لا، كل اسبوع في يوم فري هاكل فيه اللي انا عايزاه. بقيه الايام جبنا قريش و حرام ولا عيب، ايش حرام ولا عيب. بس في بقى ناس حابه الناس اللي حابه تيجي تاكل معانا تجيب فلوس وتيجي تشارك معانا
مش عارف الناس اللي حابه ايه بالظبط التشالنج ده. الناس اللي حابه تبدا معانا الرحله قولوا لنا هتعملوا ايه وهتاكلوا ايه هيلثي. يلا عشان الست بتشيل الحاجه. ايه ده بجد؟ احنا وصلنا يا جماعه اهي والست خلاص بتشيل الجبنه القريش. يا رب نلحقها. اجيب ايه؟ السلام عليكم. كان احمد راح يجيب نص كيلو كمان، احنا جبنا كيلو ورحنا جبنا نص كمان عشان هنقعد عليهم حبة حلوين. ف ادعونا بقى، احنا متحمسين للتجربة، متحمسين جدا جدا. بس ان شاء الله كلنا فقرة سموت وهنبقى نقول لهم اوزان ولا فاكس. لا فاكس. فاكس خلاص. احنا شوفوا الفرق بينكم. هنا بقى رايحين نجيب العيش السنة، لزوم بقى الدايت وكده يا جماعة، لازم تشاركونا اللحظات. الجو بقى حلو يا جماعة، حقيقي الجو تحفة. أنا مبسوطة. بقول الجو بقى حلو قوي. يعني هو في حتة شمس بس حلو. المهم رحنا جبنا خيار وقوطة. ايه بقى؟ الحاجة مش حلوة خالص عند الراجل، بس مش مشكلة، مضطرين لحد ما نلاقي حاجة تقريبا عشان ايه بقى ده؟ الناس كلها مش صاحية، الناس كلها خدت الحاجة الحلوة وسابت لنا الحاجة النص نص. صاحية اساسا تقريبا. في ناس بتطلع فوق الرصيف وناس لقينا عربية فجأة طلع فوق الرصيف، هو المفروض بيعمل يوتيرن كده بس هو طلع فوق الرصيف فجأة. مش عارفين بقى هو كان نايم ولا سرحان ولا ايه. العن والناس اللي بتقف قدام المحلات دي والنبي خلوهم لك واي حاجه. مش عارف مين اللي هيخلوهم. يعني إيه اللي هيخلوهم؟ انا قلت 60 مره شكرا يعني بجد. لا الموضوع اللي هو بيطلب خلاص، انا لو معايا فكه معايا اللي معايا هديه وخلاص. في اسرار بيبقى لا اللي هو والله لا يا ابني، ولغايه ما نخش يعني لغايه السوبر ماركت وتنقي معاك الحاجه وتطلع يعني. طب وايه تعالي اتفضلي يا حاجه معايا وبعدين تطلع معاك. هي يا ابني انت جبت خيار يا ابني ربنا يكرمك. فهو ربنا يرزقهم كل حاجه بس من غير اصرار يعني. ربنا اصرار ايه يعني؟ بيبقى معاك بقى لغايه ما انا خايف. لا جبنا قريش ايه؟ مش هتغدى جبنا قريش. ربنا يكرمك. انا عايز اخلهم لك شويه. خليهم لك ايه؟ ما بيتكلم على كرش دي ولا خليهم لك شويه. انا مخس اهو. ايه اللي ربنا يخليهم؟ والله انا شكلت مش كده يا جدعان. مش اسلوب ده. هنخس يا جدعان. والله احنا مش تخان، احنا عارفين عشان ما حدش يقول انتوا كده وبتتكلموا، بس احنا ما كناش كده. انا مش تخين الحمد لله. بس عايز اظبط شويه. هو كم كيلو كده؟ كم كيلو بس؟ هنقلل بس. كم كيلو والكرش ده ينزل بس وهيبقى كله زي بس هنبقى ناس رياضيين وجمال وحلوين. ربنا يخليهم لك. المهم بقى من ضمن الاكلات الهيلثي دي قلنا هنجيب بطاطس ونسلوها ونعملها بالبقدونس. انا عاوز اجيب بطاطا وبطاطا. في اكلات كتير جدا حلوه. تعالى بقى نعدي على في سوبر ماركت تاني هنا وفي سوبر ماركت هنا. طب ممكن ترجع او ده اي حاجه. المهم
اكلات حلوه كتير بجد احنا للاسف مسحولين عنها. بالفراخ والرز ومش عارفه الحاجات دي كلها. لا وعلى فكره وقت تقول لي لا ده انت بتوفر. لا مش موفره نهائي على فكره. الحاجه مش موفره خالص. يعني نفس اللي بتدفعه بتدفعه على يعني فكره. ده البيض غالي جدا. الجبنه القريش غالي جدا. الجبنه القريش بتمن مثلا الكبد الفراخ مثلا بس. يعني جبنه القريش ب 50 40 فالاسعار مش موفره برضو للاسف. بس هي صحيه دينا ان احنا نظبط جسمنا. لا والمشكله اللي بنجيب منها جبنه دي عندها فطير يعني خلي معايا عندها فطير اخرانا. انا واحمد بتسالنا عايزين فطير. انا واحمد في حاله صمت اللي هو هترد ولا رد. فطير في فطير هنا فطير يا حاج. بس كان نفسنا نجيبه. قلنا لها المره الجايه هنجيبه ان شاء الله في اليوم الفري بتاعنا ان شاء الله. يا جماعة بتاع الخضار ده شايفين الفرق؟ شايفين الفرق؟ في محشي متقور اهو. ها؟ محشي متقور. خلصنا يا جماعة رحلة جبنا القريش النهاردة والعيش السن والخضار. خلصنا الرحلة. بس المهم بقى ان احنا نصمت على الرحلة دي بجد ونعمل حاجة كويسة. وبنقول لكل واحد كل يا كل ما حدش واخد منها حاجة. كل يا جبنا الحاجة اهي. شايفين يا ترى هنروح بقى نشوي الفراخ ولا نحمرها؟ ترى هنطلب من انهي مطعم النهارده؟ احنا بس ايه يا ترى هنصمد قد ايه في حوار الجبنه القريش والتونه؟ انا احمد بترهنين هو بيقول لي شهر ولا قلت كام؟ شهر من غير ما اكل اي انا اخري معاك اسبوع. يعني انا كنت صريحه بصراحه. فالمهم هو قال لي هيقعد شهر. انا قلت له هقعد اسبوع. بس هنشوف بقى مين اللي هيكون صامد اكتر. لا انا شهر مش واقف يعني شهر. بس اللي هو انا كل اسبوع هاخد يوم واحد بس. يعني يوم شوف. واحد برضو غدا واحد مش اليوم كله يعني. فهنشوف. انت ايه اللي انت عامله ده؟ عمو ده مش عارف اعمل كده ليه. تريلا دي في طريقنا. المهم علينا. فهنشوف بقى مين اللي هيطلع مين اللي هيقعد. بس انا فعلا لا انا ما بحبش اتقل. يعني كل الناس بتخس عشان الصيف. لا انا بخاف من الشتاء عشان ممكن اتخن فيه جامد. الشتاء بنضرب فيه ضربه في اللي هو لا انا اخد بالي زي ما الراجل اللي قدامي ده لازم ياخد باله عشان ما نضيعش. الناس بقت ازاي كده. هنبقى نعمل فيديوهات عن الاكلات اللي احنا بناكلها. واستنونا. هو شهر متشال منه العزومات. يعني مش هينفع بقى يعني عند حد من قرايبنا. والدتي والدتها كل المصالح يا سيع دول بياكلونا اكل. واروح اقول لهم انا هاكل جبنه قريش. يعني ف ربنا يخليك. لو هيتبص لحاجه ايه الكلام ده؟ ف ان شاء الله بس حتى لو اسبوع والله انتظمنا ده هيبقى حلو جدا. انا هبقى فخوره بنفسي ان انا عملت اسبوع اصلا. انتظرونا مع ابن الشام وخال الشام وعم الشام في وجبه جديده وكرم الشام. بس انا عمري ما عملت دايت ولا بحبه اصلا. بس انا ده بالنسبه لي حاطاه في دماغي ان هو اكل صحي ليه عشان انا معدتي اخر فتره بدات تتعب واحمد كمان. فنظبط اكلنا بس. فبنظبط اكلنا شويه عشان القولون ضايع معانا. باي باي. وانا امبارح باي باي. باي 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 باي. واخيرا السواق مسك الكاميرا. يا جدعان الحمد لله. سواقه الحمد لله. خلصنا. انت تجيبي لي الكرسي وتحطيه هنا عشان الطول ده. هو ده لما تتجوز اوزع كده اوزع. المهم اوزع ايه؟ انا طويله جدا يا ابني. اهتم بقى في الفتره اللي جايه بالبطاطا. البطاطا يا جدعان.
يعني ربنا يخليهم لك. دي كنا ناسيينها خالص، البطاطا والبطاطس. بس انا اللي افتكرتها، فهو افتكرها بصراحه. بس على فكره هنعملها ونوريها. لا بوم ايه بوم. حلو قوي، انا متحمسه. يعني دي احلى حاجه اساسا في اللي هو ان انت تخس، يعني البطاطا بقى والجبنه والكلام ده يعني احلى حاجه. سلام عليكم. سلام. النهارده يا جماعه اليوم هي الاول، عشان السياره بس اديتها تشيل هي الكاميرا. النهارده يا جماعه اليوم الاول هنعمل، وانا طالع نص اهو سندره. النهارده هنعمل جبنه قريش بقوطه وخيار. اهو يا ابني اهو. بحبكم كلكم. خمسه ماما. انا المفروض اقف هنا كده. طيب المهم النهارده اول يوم هنعمل جبنه قريش و وتر رخامه. ثانيه، هنعمل جبنه قريش وهنعمل بيض، جبنه لا وبتاع كمان هنعمل. ايه بقى؟ بطاطا. بطاطا في الفرن دي احمد هيعملها. ف هنوريكم بقى الحاجه بعد ما نخلصها ان شاء الله. ولو ولو اكله محتاجه تفاصيل وكده هنصورها لكم يعني. ولو جبنا اكل من بره هنصور لكم كل حاجه، عشان انتوا بجد ده هتكونوا متحمسين. انا في شيبشي بيتقلب لو حد في يوم متشيبش بتقلب بجد. لا ده يا ترى يعني فل حلو ولا فل؟ ده فل نكد ومنستي نيلة. شيرت تشد. انت عارف طب الاقاويل بتاعت لو الاقاويل لو كان الاقاويل ده الموضوع كبر يعني. الاقاويل استنى لو ولو كنست بالليل ده بيجيب نكد، ولو لو استحميت استنى بس، ولو شيبشب استنى ولو شبشب اتقلب برضه بيجيب نكد. وفي حاجه ليها علاقه بالمقص انا مش فاكراها. ربنا يخليهم. طب يلا عشان نفطر عشان الناس بتتغدى. نبقى نكمل لكم الاقاويل. الاقاويل دي في فيديو تاني. هنعمل لكم كل الاقاويل. لو عملت باي باي. ولو عملت بالمقص تفتقر وتعرف انت. طب موضوع المقص ايوه عارفه. ما انا كنت لسه بقول في حاجه بالمقص. لا ما تعرفيش والله العظيم عارفاها بس انا مش عارفه هو هتقلبه؟ هنقلبه ونقلبه سوا كده بقى ماشي. خليه كده